شفت قرار تعيين شوقي غريب مدير فني للمنتخب الأولمبي إزاي؟ بص، انا بحب الكاتشاوي قوي بجد، على المستوى الشخصي انا بحبه، وانا اول مره اشوف رفض تام من الناس كلها. هو مش رفض على الكابتن شوقي، ويعني والله مش رفض على الكابتن شوقي او على معتمد او على وائل او ولكن انا شايف ان القرار ده تحدي للشارع المصري. هو تحدي انت يا للدرجه دي طبعا انت عارف ان الدنيا هتتقلب، انت عارف بالقرار ده ان انت تطلع بيه مره واحده، ان ما كنتش اقلته بعد الاولمبياد، كنت قلت ده يكمل 4 5 سنين، تعمل له عقد 4 5 سنين ما كانش هيقدر يتكلم، انما تمشيه بعد الاولمبياد وتجيبه تاني. طيب، يبقى القصة مش عند شوقي غريب، يعني ما انا قلت الخطأ لك عند اتحاد الكورة. طبعا، ما انا قلت لك كابتن شوقي يعني هو لا ما خلاف يفهمش، على ان شوقي غريب ده مدرب كبير، مدرب كبير وانجازاته كبيرة يعني. مدرب كبير جدا، بس معلش يعني خدوا فرص كتير، يا بخته بجد، يا بخته هو معتمد، انت عارف يعني ايه 15 20 سنه في اتحاد الكوره، حاجه محترمه، يا بخت الناس بتحبه اللي في الاتحاد. فانت كده بتاخد قرار، لا انت عندك في مدربين كتيره قوي، مديرين فنيين طيب، دم كتير يا خليني انا كابتن. اخد وجهة النظر الثانية كابتن عبد الجليل. اتفضل يا كابتن. انا النهارده، انت حضرتك لما بتجيب مدير فني للمنتخب بتدور على ايه رقم واحد؟ على السي في بتاعه، طيب على حلو، انجازاته. نمشي على السي في بتاعه. السي في بتاع شوقي غريب قوي جدا، طب يبقى الناس معترضة ليه؟ عشان انت لازم تدي فرصة لدم جديد يا كابتن. انت لدم جربت جديد ولا علشان علاقته بهنا بوريدا؟ فالناس فاكره ان هنا بوريدا يعني انت هي دي بتضحك حقيقة ليه؟ ولا مش ايوه، حقيقة؟ هي حقيقه والراجل بيقول. طيب انت دلوقتي انت جربت الكابتن شوقي حوالي 10 سنين 15 سنة، خدت منه اللي هو عمله وعمل انجاز للكرة المصرية زي الفل. طب ما اجرب مدير فني جديد، اجرب طقم جديد، اشوف، ولو حصل حاجة يا سيدي ارجع له مفيش مشكلة. بس انت لما تاخد قرار زي ده، انا بحبك، انا بقول لك في اول كلام بحب الكابتن شوقي، ما بحبش انتقد زميل ليا يعتمد يعني. لا، هو شوقي غريب، والجهاز اللي معاه كله جهاز محترم جدا يعني، جدا سواء معتمد او وائل او طارق سليمان. ف لا، طارق ده مدرب كبير، طارق سليمان ده مدرب كويس قوي. بالتأكيد، لكن انا بقول لحضرتك، هل ده يعني شوقي غريب، هل هو بيدفع ثمن علاقته بهنا بوريدا؟ لان هي وضحت للشارع يعني ان الهجوم ده ملوش علاقة ب هل هو هجوم او انتقاد موضوعي يا كابتن عبد الجليل؟ طبعا 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 موضوعي. طبعا طبعا. خلينا صادقين شوية، خلينا نتكلم فير شوية. لا، انت مصر بعدد المدربين اللي فيها مش، ما هي دايرة ومقفولة. انا كمان استفزني سنجادة لما اقترح على اتحاد الكرة ان يخلي الكابتن وهبة مدير فني 2006. كابتن وهبة بعيد عن المجال خالص، كابتن وهبة معروف ان هو بتاع براعم. الدايره لما تبقى مقفوله يا اسلام على ناس معينه، انت مش هتدي امل ولا مدرب ان هو يحاول يجتهد، انت مش هتدي امل لاي حد يحاول يظهر على الصوره. كفايه كفايه كبشاوي، كفايه كابتن معتمد، وائل لسه صغير، اديله فرصه. مش انت طلعت محمد شوقي يستحق يطلع فوق في الفريق اوي. الدايره الصغيره الاصدقاء دي مش عايزينها في الكره المصريه كتيره يا كابتن. لا، عندك مدربين كتير، اديهم المساحه. يعني انا سمعت امبارح مدرب قال لك انا احنا ادينا السيفيهات بتاعتنا ومحدش بص عليها. انت بتطلب سيفيهات وبتطلب اسامي تخش، وانت اللي في دماغك في دماغك. كابتن شوقي لا حول له ولا قوه، كابتن شوقي فوجئ بهجوم مع انه عامل انجاز وخد كاس امم وخد وصعد، بس الشارع المصري ما تتحدهوش.
يعني الشارع المصري لما هل نشيل حسام البدري في ثانيه شالوا حسام البدري صح؟ ايوه. طب هو ما حسام البدري، هو حسام البدري يعني قرار اقالته كان صح يعني، مش عايز اتطرق لحسام البدري، بس هو احيانا مش كل اللي بيتقال في الشارع المصري بيكون صح، ولا لا المرة دي، المرة دي ولا انت اتشال. لازم تمشي مع اللي بيتقال في الرأي العام في الوسط الرياضي. حاجتين شوف ما شفتهمش من سنين، إقالة حسام البدري إن الناس كلها أجمعت إن هو يتشال، فاتحاد الكورة قال يتشال. وحاجة تانية إن أنت تدي قرار بتاعين شوقي غريب وجهازه، الشارع المصري كله بمدربينه بناسه بيبي قال لك إحنا رافضين، وأنت مصمم تخليه برضه. قال طب ما هو أنت سمعت الشارع المصري كله في موضوع حسام البدري. انت لو انت وقفت قدام الشارع المصري الكروي في الحته دي تاني، يبقى انت بتكيل بمكيالين، يبقى انت ما كنتش تشيل حسام البدري وتقف في ظهره وتدعمه، حتى لو كان خسر ماتش او تعادل ماتش لازم تدعمه. طيب كابتن عبد الجليل، احنا بنتكلم بصراحه، هل اتحاد الكوره هو اللي ورط شوقي غريب بالاعلان في التوقيت الحالي عن اختياره مدير فني بعد ما تم توجيه الشكر ليه؟ فهو بالتالي هو اللي خلى الناس تتكلم على شوقي غريب وتنحي تماما مساهمته او الانجازات اللي هو ساهم فيها في الكره المصريه. الناس خلي بالك برضه، انا مش عايز ابقى يعني زي الناس لا يمين قوي ولا شمال قوي، يعني برضو الراجل عامل انجازات، عامل انجازات، ما هي ارقام. لكن هل اتحاد الكره هو اللي ورطه؟ بمعنى هل اتحاد الكره لو كان اعلن ان في حاله تاهل مثلا المنتخب الاولمبي للدور الثمانيه ولا الدور الثاني في الاولمبياد، لو كان اعلن وقتها التجديد لشوقي غريب، ما كانش هيحصل حاله اللغط اللي موجوده دلوقتي او حاله الجدل اللي موجوده دلوقتي؟ بص يا كابتن، المنظومه دايره بطريقه محدش عارفها، بطريقه بالون في الاختبار. شيل حسام البدري، شيلنا حسام البدري. شوقي غريب اخفق، لا خلاص شكرا يا كابتن شوقي. شهرين ثلاثه اربعه انا كنت عندك في البرنامج، كنت قاعد انا ورضا وكان فاروق المذيع وبقول له المنتخب الاولمبي والكابتن شوقي هيعمل كذا، فرضا قال لي يا عم انت ده مشي من زمان. قلت له مين اللي مشي؟ هيرجع تاني، والكلام اتحقق. الحلقه دي عندك مع رضا عبد العال، قلت له الكلام ده. فانت هديت الشارع المصري ان انت قلت له شكرا بعد الاولمبياد. شهرين ثلاثه الناس ابتدت تنسى، الناس ما بتنساش. رجعته تاني ومره واحده اعلنتها، الناس منين انت بتشيله من شهرين ثلاثه؟ منين بترجعه؟ زائد رابطين العلاقه الوطيده بينه وبين الكابتن هاني فريد، ودي شوقي غريب مالوش ذنب فيها. يعني انا مش معنى ان انت بتحبني او انا انجزت برضو كتير ان انا يبقى عليا، بس انا لازم اريح الكابتن شوقي سنه سنتين ثلاث سنين، والجهاز اللي معاه لازم وادخل وجوه جديده، اهدي الشارع المصري، اشوف يمكن في ناس عندها جديده كابتن. ولكن فعلا زي ما انت بتقول اتحاد الكوره، معرفش هم اجبار او حاجه دايره معينه بيشوف بناس معينه بس، ودي خطا، ده خطا دوت. انا النهارده بتفرج على بايرن ميونخ، انا معرفش المدرب اللي